من ستطلب للمبارزة يا قيس؟ ومن غيره؟ اتركه لي، فلقد وعدت الزهراء برأسه. ألا يحق للصديق أن يقدم لصديقه هدية في ليلة عرسه؟ سيكون رأس الجساس هديتي لكما. أنا امرؤ القيس بن أبان، أدعو جساسا بن مرة لمنازلتي. لماذا يبدأ النزال امرؤ القيس؟ لماذا لم يبدأه الزير؟ أتريد أن تنازل الزير؟ حسنا فهو لك، أنا سأكتفي اليوم بابن أبان. أتعب سكيركم العجوز أم شبنا فأرسلك؟ دعك من هذا الكلام، فهو لن ينفعك. قلت لعلي أذكرك بأنك تقاتل بدلا من سكير عربيد، فتنجو بنفسك. ننتظر هكذا، هيا بنا نهجم عليهم. ألا تريد أن تنتظر نتيجة المبارزة؟ نستطيع أن نقتل أكبر عدد منهم قبل أن ينتهي ابن أبان من مبارزته. هيا هيا إلى القتال. لن يفيدك هذا في شيء، وستدفع ثمن قتلك لولدي. سند لا تجبرني أن أطعنك من الخلف يا سالم. من الخلف؟ كلكم معتدون على الطعن من الخلف. خذ إذن. لا أملك إلا أن أصلي لك كي لا تكون طعنة في قلبي.
عمار! قتل عمار! قتل عمار! قتل امرؤ القيس، همام وامرؤ القيس، افقد الاثنين في يوم واحد. ما بكم؟ إنهم أبناء عمومتنا. أولستم أنتم الذين قتلتموهم؟ نعم نحن. لا تحزنوا إذن، فهؤلاء كلهم لا يغنون عن كليب شيئا. لم أجد أحدا. من؟ أرسل لي سالم لأرى أن كان امرؤ القيس بن أبان قد قتل. لم يقتل. وما أدراك؟ أنا رأيته بعد المعركة. تبكي عليه وأنت قتلته؟ والله ما قتل بعد كليب قتيل أعز علي من همام. وداعا يا صاحبي، والله ما فجعت بعد كليب بمن هو أغلى منك. سأضيفك إلى ثأري مع جسمس. أصحيح أنك حزين على قتل همام يا عمام؟ كان صديقي وأخي يا يمامة. ولكنهم قتلوا لك أخا حقيقيا وقد ولدته أمك. احفظي لسانك يا يمامة ولا تعودي لمثل هذا الكلام. لماذا؟ أيزعجك أن أذكرك بأنهم قتلوا أخاك؟ أنا لم أنسى ولست بحاجة لمن يذكرني. لو كنت تذكر ذلك لمن زويت هكذا تبكي هماما كأنك زوجته. تستطيعين أن تذهبي إلى أهلك إن شئت، وإن شئت البقاء عندنا فنحن أهلك. فيما بقاؤها بيننا؟
أبعد ما تسببت به يا جساس؟ تريد أن ترسلني إلى مرملي ومثكلي؟ أليس أخاك؟ لن يشفي غليلي إلا أن أشرب من دمه. أي جدة في هذا؟ دعها دعها وتعال معنا. امرؤ القيس، امرؤ القيس، ألا تقول لي ما سبب هذه الأشواق وهذه اللهفة؟ حين هرب البكريون ورأيت جساسا يهرب خفت أن يكون قد قتلك. أنا يقتلني جساس؟ أنا أحتاج لفارس بوزنك كي يستطيع أن يقتلني. شكرا للآلهة، خشيت أن أفقدك وهماما في يوم واحد، هذا كثير علي يا امرأ القيس. تعال تعال حدثني، كيف جرى الأمر بينك وبين همام؟